الذكاء الصناعي، الذكاء الصناعي وما أدراك ما الذكاء الصناعي أو الذكاء الاصطناعي، هذا الاسم اللي دائما تقرأ في التطبيقات وفي المواقع وعبر الإنترنت وفي أكثر قنوات اليوتيوب. الذكاء الاصطناعي يعني شغلة جديدة حصلت وفي تخوف منها وفي أشياء كثيرة، لكن كل اللي يهمنا منها أنت لازم تكون ناصح وتكون ذكي. الشيء الجديد اللي يطرأ لازم تتعلم تتعامل معاه، وإذا ما تعلمت إنك تتعامل مع هذه الحاجة الجديدة، هذه الحاجة الجديدة راح تفوتك وبكل بساطة راح تخسر الفرص من وراء هذا الأمر. فهذه نصيحتي لكم أولا. ثانيا، إحنا حنتكلم على مستوى جمهورية تشاد. في تشاد هنا كيف نستفيد من الذكاء الصناعي، أو شو مستقبلنا مع الذكاء الصناعي في ظل البنية التحتية هذه اللي ما تساعدك أصلا لأنك تستخدم الذكاء الصناعي بكفاءة عالية. الكهرباء، وما أدراكم الكهرباء، هي الكهرباء أساس كل حاجة. أنا ما عندي كهرباء أو الكهرباء ما هي موصولة بشكل متواصل، فبالتالي راح تكون أنت عندك فجوات في استخدامك للذكاء الصناعي. راح تحتاج تشحن بطاريات جوالاتك، راح تحتاج تشحن بطاريات كاميراتك وكمبيوتراتك وأشياء كثيرة عشان تقدر تتعاطى مع الذكاء الصناعي إذا كنت أنت صانع محتوى. وحتى إذا كنت أنت منشئ محتوى عبر مدونات مثلا، برضو راح تحتاج للأجهزة هذه اللي تتطلب الكهرباء. فالكهرباء واحدة من أول العوائق الأساسية، من العوائق الأساسية اللي راح تعيق تقدم الذكاء الصناعي هنا في جمهورية تشاد، هي الكهرباء ثم الكهرباء ثم الكهرباء. وهذه رسالة عامة للمسؤولين هنا في تشاد أنكم أنهونا لمشكلة الكهرباء حتى نحن نقدر نستفيد من الإمكانيات الضخمة اللي بتنتظرنا عبر الإنترنت. أول شيء، أنت هتقدر تستخدم الذكاء الصناعي في تشاد زيك زي أي شخص، من خلال موبايلك، من خلال التابلت، من خلال الكمبيوتر، عن طريق تطبيقات الذكاء الصناعي سواء جوجل بارت أو حتى شات جي بي تي. جوجل بارت أو شات جي بي تي، هذه المتصفحات هذه صارت متاحة لأكثر من 200 دولة، سواء جوجل أو سواء مايكروسوفت شات جي بي تي. وهذا شيء يعني سمح لنا فعلا أننا نجرب هذه التجربة. إلا أن التطبيقات الثانية اللي راح تنتشر في السنوات القادمة، التعاملات الذكية والحكومة الذكية والطرق والأشياء كثيرة، يعني في النقل وفي شبكات الطرق وفي الأشياء هذه، احنا في تشاد ما عندنا شبكة طرق، وهذه واحدة من أسوأ المخاوف اللي احنا ما نبغاها تحصل معنا. شبكة الذكاء الصناعي حيتطور كثير وحيغزو العالم شاء أم أبى، إلا أن بعض الدول زي تشاد من ضمن الدول الفقيرة اللي تعاني من فقر البنية التحتية للمواصلات وشبكات المواصلات، فبالتالي الذكاء الصناعي ما راح يكون عنده معنى، ما راح يكون عنده طعم، يعني لأننا نحن نشتغل بالطريقة التقليدية. إذا معنى الناس ماشي بسيارات آخر موديل، وإحنا ماشيين بسيارات موديل الثمانينات أو أواخر الثمانينات، فهذه الفارق الشاسع اللي بيننا وبين العالم في استخدام الذكاء الصناعي. يعني إحنا ماشيين بشبكات جيل ثالث وجيل ثالث مطور وأشياء زي كذا، بس حتى الجيل الرابع لسه عندنا في التشاد لسه ما دخل، فما راح نستفيد استفادة قصوى. هذا على مستوى الشبكة نفسها وعلى مستوى النقل. حاجة ثانية راح نعاني منها، ما راح نقدر نسوي يعني عمليات جراحية، ما راح نقدر نسوي عمليات جراحية لأنه الذكاء الصناعي أو الشبكات، بنية الشبكات ضعيفة، فبالتالي العمليات الجراحية عن بعد، الجراحين ممكن يشتغلوا عمليات جراحية لناس هنا في جمهورية تشاد، هذا الشيء ما راح يصير لأنه بنية الشبكة لساتها ضعيفة، وهذه واحدة من العوائق اللي راح تعيق تنمية وتطوير البلد. الكهرباء قلنا، وقلنا لا بنية تحتية ونموذج المواصلات والعمليات الجراحية عن بعد والمباني الذكية والطرق الذكية والأشياء هذه كلها غير متوفرة عندنا إلينا اليوم، ولا حتى هناك في داون تاون في حي القصر الرئاسي، كلها تعتبر ما فيها كفاءة، شبكات ضعيفة وما هي قادرة تغطي الأعداد المتنامية في الوقت اللي الشباب والبنات والشعب نفسه قاعد يزيد في استخدام الأجهزة هذه. لكن في الجانب الثاني، الإمكانيات والكفاءات حقت المؤسسات التشغيلية لهذه النظم ليست بذات المستوى، يعني ما هي قوية وما قاعد تحقق الطلب المتزايد. هذه واحدة من المشاكل قاعد نعاني منها، ينعكس على شكل بطء في الشبكة وينعكس على شكل ضعف في الإنترنت والتحميل والتنزيل وأشياء كثيرة. فالضعف هذا قاعدين نعاني منه، لكن تصبر علينا. وأتمنى أنكم تشتركوا في هذه القناة لأني راح أقدم محتوى كثير من هذا النوع، ولا تنسوا تعملوا لايك لهذا الفيديو، هذا الشيء راح يشكل دعم كبير بالنسبة لي. و انقطعت كثير الفترة الماضية، لكن ما علينا، نواصل إن شاء الله. وإذا كنت مستمتع بهذه الحلقة، أنا أطلب منك تحط لنا التعليق شو رأيك أنت عن الذكاء الصناعي هنا في تشاد، يعني شو حيكون مستقبلنا هنا في تشاد، شو حيكون مستقبل الذكاء الصناعي هنا في جمهورية تشاد.
رايك انت، حط لي الكلام هذا في صندوق التعليقات وان شاء الله نتناقش مع بعض، وراح ارد على كل تعليقاتكم واستفساراتكم بخصوص اي شيء حاصل في جمهوريه الشاد. وانجوي جايز، كان معكم طارق محمد من هذه الحلقه اللي بعد انقطاع طويل، والسلام عليكم.